السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليديز اند جنتلمان، خوتي وخواتي، تيمام قرميم الزين، مرحبا بكم تاني معنا اليوم الخوت. غادي نشوفوا واحد الخبر اللي متداول اللي كاين في السوشيال ميديا داير قرباله، اللي هو احسن كوزينه في العالم اللي فوطوا فيها بزاف ديال الناس في واحد الباج في الانستغرام. الناس فوطوا الاحسن كوزينه في العالم اللي هي ماكله المغربيه ولا الكوزينه المغربيه. غادي نشوفوا جوردن رامزي بفمه شنو قال. ليتس جو جايز. اتس جوردن اند جيس وات، بيبلز فولورز هاف بين فوتينج تو ديسايد ذا ورلدز بيست كوزين، اند ات از ماي بليجر تو فاينلي اناونس ذا وينر. ناو افتر مليونز اوف فوتس ان بيبلز بيجست ايفر، يو ديسايد ذا نمبر 1 كوزين اكروس ذا بلانيت از مروكن. مروكن كوزين هاز بين كراوند ذا تشامبيون. كونجراتوليشنز تو ذا مروكن. مبروك عليكم المغاربه. لاست تايم ان مروكن ان ذا اتلاس ماونتينز وذ ذا بربرز. السيد حمقات الرفيسه. chicken rafisa, one of my favorite all-time dishes. So اخونا راه مرحبا بك. A big thank you to you for all of your thank you. حتى انت مبروك على المغاربه. خوت كاين اللي بيقول دابا راه هادشي غير انستغرام، ولكن الخوت راه ما عرفتوش الامباكت اللي كاين في هاد الانستغرام. عرفتي شحال الناس كتدخل كتشوف، راه بزاف ديال الناس يعني باش يشوفوا الناس بالبيست كويزين اللي في العالم كامل هي المغرب. راه تبارك الله، فاخر لينا كمغاربه. وهادشي الشكر، والله يرحم جدودنا، الله يرحم جدودنا كاملين، الله يرحمهم ويغفر ليهم، حيت هما اللي تقاتلوا حتى توصلت لينا حنايا، سينو كنت كنت ضحت. والحمد لله حتى حنا بالدور ديالنا خصنا نحافظوا عليها ونوصلوها للاجيال القادمه اللي جايه من هنا لقدام ان شاء الله، وما نجليوش هاد التقاليد. وبالضبط خاص وزاره الثقافه تمشي وتسجل هادشي كامل، اي ماكله مغربيه من شمال للجنوب تسجل في اليونسكو وتكون معروفه باللي هاد الماكله ديال المغرب. وتبارك الله عليكم ومبروك عليكم المغاربه. شافوا لأي أم ولا أب ولا أي طباخ ولا طباخة مغربي، السلام عليكم، هاكم هنا.